اول حاجه كنبغي نقول الله يعز المغاربه وولاد بلادي وبنات بلادي فيما كانوا، حيت بينوا على المعدن الاصيل ديالهم وقت الشده، وبحالي بحال كاع المغاربه جالسه في الدار وكناخذ الاحتياطات ديالي، لا انا لا ماما لا خوتي، كنغسلوا يدينا، ما كنجتنبوا التجمعات، لا نمشيو للاسواق بزاف، يعني كنخرجوا غير للضروره. بحال دابا انا خرجت للضروره حيت بحالي بحال خوتي الصحفيه والمغاربه والفنانين، بغيت نعاون حتى انا بداكشي اللي قدرت، نمد يد المساعده للناس اللي ما فحالهمش، الناس اللي كانوا كيخدموا غير بالقوت اليومي ديالهم باش يجيبوا القوت اليومي ديالهم، يعني فحال طالب معاش وفحال الناس اللي كيديروا الميناج فحال السربايه، الله يكون لهم في العوان. داكشي علاش خرجت، وكنتمنى حتى الناس اللي العاديين يعني يعاونوا ولو غير ب 500 درهم ولو غير بالمونه اللي تقداو كثيره، انهم يعطيو الناس اللي محتاجين اللي ما فحالهمش، يخرجوا شويه من داكشي اللي خادوا بزاف، يعني لي سوبر مارشي ولاو خاويين، لدرجه انني دابا فاش خرجت لقيت بزاف الناس، واحد جر ثلاثه الشريوات، واحد جر شاريو عامر غير بالسقاطه وبالشكلاط، يعني كاين اللي بغى غير الزيت والسكر والدقيق في هذه اللحظه، الله يهدي ما خلق. هو بالنسبه لي انا، يعني بالنسبه لي انا والناس اللي كانوا مالفين كيخرجوا كل نهار كيخدموا، ما مالفينش الدار، ما تيجلسوش في الدار بزاف، ماشي ما مالفينش الدار ما تيجلسوش في الدار بزاف، يعني غتكون شويه صعيبه، ولكن بالنسبه لي انا قررت انني ندير للناس اللي غيكونوا كلهم جالسين في الدار، ندير ماشي روتيني اليومي، ولكن غندير بحال السبور في الدار، نقصوا شويه ديال الكريشه، ندير وصفات، ندير مره في السيمانه حصه ديال الرقص الشرقي اللي بغيت يتعلم، بلا ما يقول لي الناس دابا خصك تقراي القران، داكشي بيني وبين الله، يعني لو كنت غنقرا القران وغنصلي، يعني ماشي مضطر انني نوريك ونقول لك انا كنصلي ولا انا كنطلب الله، داكشي كيبقى بيني وبين مولانا. نشوف انا كاينين بزاف ديال الناس ما بغاش، هو الجهل تيلعب واحد الدور كبير، وكاينين شباب تبارك الله عليهم يعني اللي تضامنوا تطوعيا منهم راسهم وواعيين وبداو كيوعيو ناس اخرين، وكاينين فنانات حتى هما اللي وعاو الناس، يعني الشعب انا بالنسبه لي كنشوف ان المغاربه يعني هما اول شعب اللي خد الاحتياطات ديالو قبل ما توقع الكارثه، وبالنسبه لي هذا الوباء يعني اعطاه لنا الله وبين لنا بزاف ديال الحوايج زوينه في المغرب، بين لنا معادن ديال الناس، بين لنا تبارك الله الشرطه قايمه بخدمتها، الطب قايمين بخدمتهم، الصحافه حتى هما كيقوموا بالتوعيه ديالهم، الشعب حتى هو تيوعي بعضياته، سيدنا الله ينصرو ويخليه لنا، يعني دار بزاف ديال الحوايج، الله يحفظ هذه البلاد وصافي. وهي ماشي انا كاع الفنانين كاملين تاثروا، يعني شوف المصلحه ديال البلاد والمصلحه ديال الشعب قبل من اي حاجه، قبل من الخدمه، قبل من الفلوس، دابا ولات امنيتنا هو ان نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه، سبحان مبدل الاحوال. الا كان هذا الشيء، الا كان الوقفه الخدمه غتوقف، واننا باش المصلحه ديال البلاد، واننا باش نرجعوا كيف كنا عايشين، واننا نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا ما فيها بس. من برشوف تي في كنقول للمغاربه كاملين الشعب، خليكم في ديوركم، حميوا وليداتكم باش تحميوا المستقبل ديال ولادكم، وتحميوا راسكم ونفوسكم والناس اللي عزيزين عليكم، خليكم في داركم.